أتم استغفر الله العظيم، حرام عليك. أتم حرام عليك، انت شايف الدم يا أتم يا راجل، أتم يا راجل، بتهجر كتاب الله. سلم النبي يا علي. أتم يا راجل، ده انت بتقرا كتاب الله، يعني انا في ذكر الله تطمئن القلوب. يا محمد رسول الله، اشرح لي ساعه. بالله عليك أتم، بالله عليك أتم، كلامك تاني. لا بالله عليك اتم، لا بالله عليك اتم، لا في حد خلاص شافني ما عجبنيش حاجه تاني. بالله عليك اتم مره كده، هظهر لك بس. بالله عليك اتم، لا اله الا الله. طب بالله عليك اتم، اي قصائر صور مش حافظ، اي حاجه بالله عليك يا استاذ. حلو للدرجه دي؟ حب بالله، حلفتك بالله، اقسم بالله مره ثانيه اللي اقرا لك، حلفتك بالله، حلفتك بالله يا راجل، في اكثر ما بيحصل بيعظم من الله عز وجل. لا رحمه الله. طب يلا بعرفش والله، يلا اي حاجه اقسم بالله ما بعرف. قل هو الله احد. يا الصمد. يا الله الصمد يا راجل، الصمديه يعني ما فيش اكثر من اقل من كده ثاني. ما كل كتاب الله سبحان الله تعالى يعني كله اعظم منه ما فيش. قل هو الله احد. بالله عليك عم بقول لك بالله عليك. حاضر طيب يلا تقدر الله. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول يا عم انت في ايه؟ ده الحريم اللي مغصب الكلمه بتغني ما تستحيش. لا الحريم يا عم بتغني ما بتستحيش، وانت راجل بتقرا كتاب الله. والله يا شيخ ما عملتش يا شيخ، انا مش شيخ بس. قول يلا قول. والله بكره جاي واخد منك التليفون واسدل لك تسجيل يا عم الحاج وطلع. بعد كده يا عم مش درجات يعني.